الحمد لله، السلام عليكم. المر الضغط على الزر لك ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء والصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الفيديو سأجيب على سؤالين. السؤال الأول هو العجز أو التكاسل. العجز بالمغربية يسمى يعني باللغة العربية التكاسل. التكاسل الإرهاق والتكاسل على العبادة. التكاسل على العبادة هو أن تنقص أول شيء، أول شرط تنقص من مشاهدة الهاتف والتلفاز، يعني سيكون عندك فراغ للعبادة. إذا كنت اليوم كل وقت تشاهد فيديوهات وتجلس مع الهاتف، فلن تكون مجتهد في العبادة، سيكون عندك تكاسل. هذا هو الشرط. يعني مثلا المساء يأتي السادسة مساء لا تشاهد أي شيء، فقط للعبادة. السابعة مساء فقط للعبادة، من السابعة مساء إلى العاشرة حتى تنام فقط للعبادة. هذا الشرط. وتكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تكثر منها يوميا كتعطيك القوة بإذن الله. السؤال الثاني، ذكر أنت جربته وأعطاك مبلغ كبير. هناك عديد من الأذكار تعطي المال، منها الاستغفار، من يكتم الاستغفار، ولكن سأعطيكم ما جربت أنا وما وقع معي. إله إلا الله الملك الحق المبين، إذا قلتها بجد يوميا بعدد كبير يأتيك المال، في اليوم الآخر يأتيك المال. هذه من المجربات. مثلا وراء العصر، مثلا قبل العصر، مثلا مع الثالثة مساء، الثالثة مساء، وانت تقول لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، حتى يأتي المغرب، صلاة المغرب، تصلي المغرب وترجع لا إله إلا الله الملك. يعني اليوم كله وانت لا إله إلا الله الملك الحق المبين، تقريبا 1000 2000 3000 4000، يعني تكثر منها، يأتيك المبلغ مالي بسرعة. هذه من المجربات. الذي جرى كذلك، انا عندي ما تجيبه وحسبي الله ونعم الوكيل، هذا اذا قلته بجد اليوم كله ياتيك مبلغ مال في اليوم الاخر. يعني اكثرت من حسبي الله ونعم الوكيل، وانت تفكر في ذلك المشكله عندك. مثلا انت عندك نقص في المال، ليس عندك مال او ليس عندك عمل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله، وانت تفكر في ذلك المشكل، فياتيك مبلغ مالي في تلك الليله او في اليوم الاخر، أو في على حسب نيتك في الأسبوع أو في 3 أيام أو في يومين، أو على حسب اجتهادك. هذه من المجربات التي جربته شخصيا ووقعت معي. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.